أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Then look again and yet again at the sky and reflect, your sight will return unto thee weakened and made dim, before you see anything. And verily we have beatified the world's heaven, the first heaven, with lamps, with stars, and we have made them, i.e. the stars, missiles for the devils, such that some of them become bewitched, some are killed while others are burnt, and for them, for the devils, we have prepared, in the hereafter, the doom of flame. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم
من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير And verily those before them, before your own folk, O Muhammad, denied, then, see, the manner of my wrath, with them, see how I turned against them with my chastisement. Have they, i.e. the disbelievers of Mecca, not seen the birds above their heads, spreading out their wings and closing them? Naught upholdeth them, after their spreading out, save the beneficent. Lo! He is seer of all things, whether it is spreading out or closing. Or who is he that will be an army unto you to help you instead of the beneficent, who helps you to avoid the chastisement of the beneficent? The disbelievers are in naught but illusion, they are in nothing but the falsehoods and illusion of the life of the world. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين
قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Say to them, O Muhammad, he is the beneficent, who will save us and show mercy towards us. In him we believe, truly, and in him we put our trust, and we rely on him. And you will soon know, when the chastisement comes down, who it is that is in error manifest, who it is that is in manifest disbelief. Say to them, O Muhammad, have ye thought, O people of Mecca, if, all, your water, i.e. Zamzam, were to disappear into the earth, out of your reach, who then could bring you gushing water, within your reach? It is also said that this means, who could bring you gushing water save the creator of the whale and the pen? And of the surah in which none is mentioned, which is all Meccan and consists of 52 verses, 300 words and 1256 letters.